نحن موجودين مشان حماية الشعب، نحن حماية جوهرية، نطلع شغلنا مشان ننصح العالم ونداريها ان تفوت بيوتها ما تطلع يصيبها هالمرض الخبيث. شغلتنا ننصح العالم، نوقف سيارات اول مدني نجي لعنده ننصحه ويتراجع على بيته ويقعد هو بخير وسلامة هو وعيلته وولاده مشان ما يجيهم هالمرض. نحن قرارات اللي بتجينا اني مننصح الإنسان مرة اثنين، إذا منشوفه ثالث مرة ناخذه منسلمه للمسؤولين عنا عاد يصطفلوا معاه. مشان مرض الكورونا طالع بالبلد، يعني دوريتنا مستمرة ليلا ونهارا مشان الشعب، يعني نقدم نصيحة للشعب لا حدا يطلع ويحضر تجوال مشان حماية الشعب. دوريتنا مستمرة طالعين مشان المرض مشان ما يوصل لهون، يعني عم العالم كلياته المرض، يعني مشان ما حد ينصاب عندنا بالمرض هين. والحمد لله يعني حد الآن الوضع جيد، يعني حتى العالم مساعدتنا على حضر التجوال، يعني مساعدة الشعب صارت معنا زاد كبيرة حيل. نحمي نفسنا بالكمامات والكفوف، وحتى يعني ضمن حالنا، يعني حتى احنا بنخلص دوامنا نرجع حتى حضرة الجوامع نفس العالم، يعني حتى ما نطلع برات البيت وبرات النقاط.